ينضم معنا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو. أهلا ومرحبا بك أستاذ فراس. مرحبا، تحياتي لكم. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يقول إن جيش بلاده مستعد لبدء عملية شرقي الفرات. لماذا تأخرت هذه العملية على شرق الفرات كل هذا الوقت؟ طبعا يعني المعلوم لدى الجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا هي التي تقف الحجر عثرة أمام التقدم أو المحاولات التركية لفرض الاستقرار في تلك المنطقة مع القوات السورية المعارضة، وليس فقط لوحدها. ولكن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها ربما رؤية مختلفة تماما، توجها أيضا توجها مختلفا، ولذلك هذا التأخر أعتقد هو ببساطة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمنع التقدم. لكن هذه الرسالة أيضا تنطوي على شيء آخر، هي ليست في الجديدة ولكن هي القديم الجديد، لأن تركيا ما زالت قائمة وما زالت مستمرة في أطروحتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في كل شرق الفرات، وأن أمنها القومي لا يمكن التنازل عنه. وهذه أيضا رسالة مهمة إلى أن لا يمكن ترك المنطقة للفراغ الأمني، ولابد للولايات المتحدة الأمريكية أن تعلم هذا بشكل أكيد، وخصوصا بعد الاجتماعات الأخيرة مع القيادات العسكرية الأمريكية. هل يعني انتهت الخلافات السياسية بين الأطراف الفاعلة في سوريا واتفقت جميعها على بدء العملية العسكرية؟ أستاذ فراس؟ نعم، الآن أصبح. هل الخلافات السياسية بين الأطراف الفاعلة في سوريا انتهت واتفقت جميعها على بدء العملية العسكرية في البلاد؟ لا يمكن أن نقول أن الخلاف السياسي بين الفرقاء قد انتهى، الحقيقة هو قائم، وربما الآن ربما يزداد أكثر في مسألة شرق الفرات، لأن الكل لديه رؤية سياسية مختلفة ورؤية عسكرية أيضا مختلفة، ولذلك لا أعتقد أن هذه مهمة. ولكن الاتفاق على أن تبقى الأمور ثابتة والاستقرار ثابت هذا مهم حقيقة، لكن خروقات واضحة، هناك كثير من الخروقات ما زالت قائمة، الخلافات السياسية قائمة. أعتقد الضغط التركي الروسي، وأعتقد أيضا الولايات المتحدة الأمريكية إذا قامت أيضا بالضغط نحو الاستقرار في المسألة السياسية في سوريا، ممكن أن نقول أن ممكن بداية مشوار نجاح سياسي في سوريا. كيف ترون الموقف الأمريكي من هذه العملية في ظل دفاعها المستميت عن ميليشيا سوريا الديمقراطية؟ الحقيقة بالنسبة لنا في تركيا هذا الدفاع المستميت لديه أسباب حقيقة غير مقبولة من الجهة الأولى. ثانيا، لابد للولايات المتحدة الأمريكية أن توضح رؤيتها من العناصر الإرهابية، يعني هذا مهم جدا، نحن كلنا نكافح الإرهاب، ولكن لا يمكن استخدام عنصر إرهابيا مقابل عنصر إرهابي آخر، هذا أيضا مرفوض أيضا. ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ترضخ نوعا ما إلى المطالب التركية، لأن في حال استمرار اللا أو العبثية أو اللامبالاة الأمريكية باتجاه المخاوف التركية، يعني أعتقد أن الأمور ستتجه نحو التصعيد أكثر، وهذا لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أهمية القوة التركية من الناحية اللوجستية في كثير من الملفات وليس فقط في ملف سوريا، وهذا مهم بالنسبة لهم. ولكن هناك نقطتان مهمتان، النقطة الأولى القواعد الأمريكية كيف ستحلها الولايات المتحدة الأمريكية، والنقطة الثانية الأسلحة التي سلمت للعناصر الكردية أيضا، هذا مهم أيضا. أعتقد إذا وجدت حلا وسطا في هذه القضيتين النقطتين أتوقع أن ممكن نقول بوادر خير ممكن أن تحصل في المنطقة. نعم، من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي السيد فراس رضوان أوغلو، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.